مشاهدينا والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. وليلى عمر أهلا بك. أهلا سحر، أهلا فاطمة، وننتقل بكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. ذكرت صحيفة بيزنس إنسايدر أفريقيا أن مصر تحتل المرتبة الأولى لأفضل 10 دول جاذبة للاستثمار في أفريقيا العام الجاري. وأضافت الصحيفة أن القائمة تستهدف المستثمرين الذين يتطلعون لاستكشاف الأصول الحقيقية في الاقتصاد أو يتطلعون إلى توسيع الأعمال التجارية التي تعتمد على البنية التحتية. وذكر تقرير الصحيفة أنه على الرغم من تضرر الاقتصاد المصري من وباء كورونا، إلا أنه كان أيضا من أوائل البلدان التي عادت إلى مسار النمو بسبب الإجراءات السريعة التي نفذتها الحكومة. أعلن المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية ارتفاع صادرات القطاع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14% لتسجل 530 مليون دولار مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح المجلس التصديري أنه يسعى إلى زيادة الصادرات بنسبة 30% بشكل سنوي وفق خطة محكمة وواضحة، وذلك لتنفيذ خطط الدولة لنمو الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل مع صعود الدولار وإقبال المتعاملين في سوق النفط على جني الأرباح بعد صعود كبير لأسعار الخام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.8% إلى 79 دولار و87 سنتا للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.9% لتسجل 75 دولار و 42 سنتا للبرميل. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 63% لتصل إلى $2.59 سنتا للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 24% لتسجل $2.54 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقعت الهند مع الإمارات اتفاقية تسمح لها بتسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلا من الدولار، مما يعزز جهود الهند لخفض تكاليف المعاملات عبر الاستغناء عن التحويلات بالعملة الأمريكية. وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات، اتفق البلدان أيضا على إنشاء رابط للدفع الفوري لتسهيل تحويل الأموال عبر الحدود. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات 84.5 مليار دولار في العام المالي من أبريل 2022 إلى مارس من عام 2023، حيث تدفع الهند مقابل النفط الإماراتي بالدولار. وتعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصيني أن إنتاج القمح لموسم الصيف في الصين انخفض 9% هذا العام. وذكر مكتب الإحصاء الصيني أن إنتاج الصين للحبوب انخفض إلى 134.53 مليون طن، ويعد هذا أول تراجع منذ 7 سنوات نتيجة لهطول أمطار غزيرة على مناطق الزراعة الرئيسية قبيل موسم الحصاد. أظهرت بيانات رسمية أمريكية تراجع أسعار الواردات والصادرات الأمريكية خلال يونيو الماضي. وأظهرت البيانات أن أسعار الواردات تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 2% على أساس شهري، كما تراجعت أسعار الصادرات الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 9%. ختام جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لسحر ناجي وفاطمة خليل، استكمال النشرة إليكم من جديد. شكرا ليلى.